فيلم عبد الوهاب يقدم قصة كتبها الحب بدماء القلوب، قصة الشباب في غرامه البريء وفي نشوته الحالمة وفي آماله الضاحكة، أيام وليالي يتألق فيه النجم الذي ولد لامعا عبد الحليم حافظ مع السمراء الحالمة التي سعى إليها المجد إيمان. يحيى، أنت في حاجة شغلاك؟ أيوة، في ظروف جد الحياة وخيارات. يا ترى إيه؟ هتعرف في الوقت المناسب. أيام وليالي، قصة الأبناء يضحون بسعادتهم ليكفروا عن أخطاء الآباء. وأنا ابنك ما فكرتيش إيه هتكون أنت في نظر نفسي لو سكت؟ ما فكرتيش إن هحتقر، هكره نفسي؟ كان لازم وقف. نقف علشان أروح أنا في الحديد وتخلص مني؟ أنت ناس إن دي تاني حاسة تصادم ليا؟ لكن أنا ما صدمتوش، أنا وصلت بعد الحادثة مباشرة. وإيه اللي أوجدك جنب الجثة لما البوليس قبض عليك؟ لقيته مرمي قدامي، نزلت أطمن عليه، ولا ده جزائي علشان عندي إنسانية؟ خلينا في الأمر الواقع. أنا وياك واحد منهم هو اللي ابني وعاوز أنقذه. افرضي إنها تضحية وأطلبها منك. أطلب مني حياتي أضحي بيها، لكن ما تطلبش مني أضحي بمستقبل ابني. أيام وليالي يهدي إليكم أجمل ألحان الموسيقار المجدد محمد عبد الوهاب. توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة، بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة، وبعدها توبة توبة. أيام وليالي تقدمه لكم أقدر المواهب وألمع الكواكب عبد الحليم حافظ في معركة بين قلبه وضميره. إيمان قوة لحبيبها في صراعه مع الحياة. أحمد رمزي الصديق الذي كاد يذهب ضحية الاستهتار. كمال حسين هرب من المسؤولية وجنى على الأبرياء. محمود المليجي عاش مظلوما وظالما. سراج منير صرع ضميره ووقف في وجه العدالة. سهير الباروني دفعت صديقتها إلى الحب ووقعت فيه. والممثلة القديرة عائلة راتب تخلت عن زوجها فعاشت للندم.